سلطة بصدور البط. بالنسبة لسلطة صدور البط عندنا 2 صدر بطة، 1 كوب أوراق بقدونس، 4 كوب سبانخ صغيرة، سبانخ بيبي، 2 كوب خس، طبعا خس نوع الخس اللي احنا عايزينه، نص كوب رمان، حبوب طبعا الرمان، 150 جرام جبنة بري، 150 جرام جبنة بارميزان، نص كوب زيت زيتون، 2 معلقة كبيرة خل بلسمي، 3 معلقة كبيرة عصير يوسفندي، 1 معلقة كبيرة مستردة ديجون، وعندنا ملح وفلفل. هنبتدي بالبط علشان البط يستوي لحد ما نجهز السلطة مع بعض. زي ما احنا شايفين عندنا صدور البطة، هناخد أول واحد وهنبتدي نعمل خطوط كده بالسكينة علشان لما نحطها في الحلة أو الطاسة تبتدي تنزل أكبر كمية من الدهون بتاعتها، وكمان بتدي في الآخر شكل حلو بالنسبة للجلد نفسه، يعني بيدينا شكل كده مربعات لذيذة. اوكي، دي كده اول واحدة، ونعمل التانية بنفس الطريقة. احنا مش بنقطع على الاخر، بس بنعمل خطوط كده بالسكينة في الجلد بتاع البطة. اوكي، طبعا الزيوت اللي في او الدهون اللي في جلد البطة كافي قوي، مش محتاجين خالص ان احنا نحط اي زيت او اي دهون في الطاسة. هحط صدور البط على الناحية بتاعت الجلد وهنسيبها على النار لحد ما الجلد يتحمر خالص ويبقى لونه بني مكرمل كده حلو، هيدينا قرمشة حلوة في الجلد وهيدينا كمان طعم حلو. كل شوية طبعا هنبص عليها ونسيبها كده على النار. دلوقتي نبتدي نحضر السلطة. عندنا البقدونس، عندنا سبانخ، عندنا خس، ده البقدونس، اوكي نبص على البطة. زي ما احنا شايفين كمية الدهون اللي بتنزل من البط، يعني مش محتاجين خالص ان احنا نضيف حاجة عليها. اوكي، لسه شوية وهنا هبتدي اعمل الدريسنج بتاع السلطة. هحط مستردة، عندي عصير يوسفندي، خل بلسمي، ملح وفلفل، ودلوقتي هبتدي اضيف زيت الزيتون شوية شوية علشان اعمل ايمالسيفيكيشن. كده الدريسنج جاهز. دلوقتي هحط الرمان، هخلي شوية لفوق الوش، هحط الجبنة وبرضو اخلي شوية لفوق الوش،
نبص على البط كده بقى لونه حلو. وهحط الدريسنج على السلطة، ما نحطش كتير، نحط الأول ونشوف لو خلاص كده الطعم حلو. نحتاج شوية كمان، لسه في سلطة ما عليهاش دريسنج. هحط ملح وفلفل على البطة، نقلب السلطة ونحطها في طبق التقديم. كده البط جاهز خلاص. هنسيب بس البطة ترتاح حاجة بسيطة خالص، ونجيب سكينة ونبتدي نقطع صدر البطة. البط صحيح هو من الطيور طبعا، ولكن هو بيعتبر لحمة حمراء، وبالتالي ممكن ناكلها ميديوم زي ما ساعات ممكن نطلب اللحمة ميديوم، فمش لازم نسويها على الآخر. طبعا اللي بيحب ما بيحبش حكاية الميديوم دي وبيحب كل حاجة well done، ممكن طبعا نسويها well done برضو، ما فيهاش أي مشكلة، كل واحد على حسب ما بيحب. اللحوم البيضة هي اللي لازم تتطبخ well done، لكن اللحوم اللي بتعتبر لحوم حمراء ممكن تتاكل medium أو rare زي احنا ما بنحب. وأحط صدور البط على السلطة، وبعدين ناخد رمان، شوية جبنة بارميزان، وعندنا الجبنة البري، نبتدي نوزع الجبنة البري فوق السلطة.